النشرة الرئيسية من الفضائية التربوية. مساء الخير، البداية مع العناوين. الرئيس بشار الأسد يلتقي رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ورئيس الوزراء الصيني. بمشاركة 72 مشروعاً انطلاق فعاليات معرض الباسل للإبداع والاختراع. مشاركة الطالبة هيفاء عدواني من حلب في نهائيات تحدي القراءة على المستوى العربي ضمن فئة ذوي الإعاقة. أهلا بكم مشاهدينا. من العناوين إلى التفاصيل، التقى الرئيس بشار الأسد رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشاو لي جي في العاصمة الصينية بكين. وخلال اللقاء اعتبر الرئيس الأسد أن الانتقال من العالم القديم الذي يعتمد على القوة إلى العالم الجديد الذي يعتمد على الأخلاق يجب أن ينطلق من دور الصين التي تنتهج سياسة وتنمية أخلاقية وتقدم مبادرات للعالم أجمع، مشيرا إلى أن المبادرات التي طرحها الرئيس شي جين بينغ تشكل أملا وأبوابا مفتوحة للعالم الجديد. وكان التقى الرئيس بشار الأسد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، وأكد سيادته خلال اللقاء أن الصين تلعب دورا كبيرا على الساحة الدولية وفي إعادة التوازن الدولي في هذا العالم، موجها الشكر للحكومة الصينية على الدعم الذي قدمته لسوريا خلال الحرب بشكل عام وخلال الزلزال بشكل خاص، سواء كان دعما إنسانيا أو سياسيا. كما هنأ سيادته رئيس الوزراء الصيني على التنظيم الرائع لافتتاح بطولة الألعاب الآسيوية وتوجه بالشكر لهم على الاهتمام بتفاصيل هذه الزيارة لكي تكون زيارة ناجحة. انطلقت فعاليات الدورة 21 من معرض الباسل للإبداع والاختراع على أرض مدينة المعارض القديمة بدمشق بمشاركة 72 مشروعا من سوريا والعراق. سكينة سليمان والتفاصيل. بمشاركة 72 مشروعاً من سوريا والعراق انطلقت فعاليات الدورة 21 من معرض الباسل للإبداع والاختراع على أرض مدينة المعارض القديمة بدمشق. الشاب الموهوب يلي هو عنده قدرة على الاختراع هذا ثروة وطنية مثل البترول ومثل الذهب، فإذا نحن ما بنعرف نتحصل على هيك ثروة فالمشكلة عنا نحن. أنا برأيي يعني ما بكفي لحنا نزور، وخاصة مثل ما قلت يعني الدولة والقطاع، خلينا نقول المجتمع الأهلي، المجتمع المحلي، الصناعة، التجارة، لازم هي مجرد شافت أي فكرة تقول مباشرة أنا بدي إياها هاي الفكرة. يتميز المعرض هذا العام بوجود حاضنات للأعمال المساعدة أصحاب المشاريع على تطبيق أفكارهم وتنفيذها، حيث تتوزع المشاريع المشاركة بواقع 17 مشروعاً من منظمتي طلائع البعث وشبيبة الثورة ومشروعين لذوي الاحتياجات الخاصة وثلاثة مشاريع من العراق، إضافة إلى 50 مشروعاً فردياً. نحن وزارة التربية هي رائعة الإبداع والمبدعين والموهوبين، لذلك نحن بنضوي على هاي المشاريع. أيضا نحن يعني هذا المشروع أو هذا المعرض كتير رائع أنه يضوي على هاي الإبداعات وهي المشاريع على مستوى الجمهورية العربية السورية، وكان لوزارة التربية حقيقة النصيب والمشاركة الجيدة في هذا المعرض. كنا على السنوات الماضية أيضا كانت لدينا مشاركات جيدة ورائعة، اليوم أيضا في عندنا من وزارة التربية ضمن منظمة طلائع البعث واتحاد شبيبة الثورة أيضا مشاركين في الجناحين قبلنا، وبالتالي تكون وزارة التربية قد ساهمت في إظهار ويعني الإضاءة والإشادة ورعاية المبدعين والموهبين لكي يكونوا فعلا مبدعين سوريين إن كان في سوريا ولا على مساحة الوطن العربي أو العالم. يستمر المعرض حتى 27 من الشهر الجاري، ويقام حفل التكريم وتوزيع الجوائز على الفائزين في 28 من الشهر الجاري على مدرج كلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق. وعلى هامش معرض الباسل للإبداع والاختراع، كرم وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني في مبنى الوزارة الطلاب المشاركين في المعرض، مؤكدا حرص الدولة الدائم على توفير البيئة اللازمة للمبدعين والمخترعين وتنشيط عملية الاختراع لخدمة قضايا التنمية في سوريا وإتاحة الفرصة أمام المبدعين والمخترعين لعرض اختراعاتهم وأعمالهم والتعريف بها.
شاركت الطالبة هيفاء عدواني الفائزة بالمركز الأول بفئة ذوي الإعاقة في مسابقة تحدي القراءة العربية على مستوى سوريا في التصفيات النهائية للمبادرة التي ستقام على مستوى الوطن العربي افتراضيا. وأوضح مدير التربية في حلب مصطفى عبد الغني أن مشاركة الطالبة هيفاء في المسابقة عززت ثقتها بنفسها لخوض التحدي وشجعتها لتؤكد للجميع أن الإعاقة لا تمنع الإنسان من تحقيق حلمه وطموحه. بدورها بيّنت منسقة تحدي القراءة العربي في حلب لينا ديبو أن مدينة الشهباء التي تميزت العام الماضي بفوز شامل بكور تخوض هذا التحدي بمشاركة الطالبة هيفاء عدواني والمشاركة أيضا كأفضل مدرسة متميزة. تدريب الأطر الإدارية والفنية في القطاعين العام والمشترك على مهارات التواصل باللغة الفرنسية لتأمين احتياجاتها من الكوادر التي يتطلب عملها التواصل مع الخبراء الأجانب الناطقين بهذه اللغة هو أبرز مهام مركز التدريب على اللغة الفرنسية التابع لهيئة التخطيط والتعاون الدولي. ويتضمن التدريب 16 حصة أسبوعية على مدار 10 أشهر تخللتها امتحانات تقييمية كل 3 أشهر وترسل للوزارات كتب رسمية تبين نتيجة امتحانات المتدربين مع توصية بترشيحهم إلى المستوى الأعلى كما يمنح المتدرب الناجح بدرجة أعلى من 60% وثيقة رسمية بالمستوى الذي نجح فيه. وأشار مدير المركز إلى أنه استفاد من دورات المركز 170 شخصا خلال عامي 2021-2022 بينما بلغ عدد المستفيدين خلال العام الجاري 87 شخصا. تقدم الطلاب الراغبون بدراسة الهندسة المعمارية لامتحان القبول في كلية الهندسة المعمارية بجامعتي البعث وحما للعام الدراسي 2023-2024. في جامعة البعث تقدم 816 طالبا وطالبة تقدموا لامتحان القبول في الهندسة المعمارية ويتضمن امتحان القبول 3 مستويات في الرسم لافتة إلى أن هذا الامتحان يجري بوقت واحد في جميع الجامعات السورية وتعتمد النتائج مبدأ ناجح أو راسب. وفي جامعة حما تقدم 600 طالب وطالبة تقدموا للامتحان المعياري للقبول بكلية الهندسة المعمارية بهدف سبر مهارات الطالب الراغب بدراسة الهندسة المعمارية مبينا أن النجاح في الامتحان يعد شرطا أساسيا لالتحاق الطالب بالكلية بعد تحقيق الحد الأدنى من العلامات المطلوبة في المفاضلة النهائية. أعلنت جامعة دمشق بدء التسجيل في دبلوم التأهيل التربوي التعليم العام التعليم الموازي في كليات التربية التابعة للجامعة وفروعها في المحافظات اعتبارا من الأول من تشرين الأول القادم وحتى 15 منه. وكانت جامعة دمشق افتتحت دبلوم التأهيل التربوي في العام الدراسي 2011-2012 بهدف تمكين العاملين في الحقل التربوي من غير المؤهلين تربويا من تحقيق نموهم المهني والحصول على شهادة التأهيل التربوي ومدة الدراسة فيه عام دراسي واحد يمنح الطالب بعدها دبلوما يؤهله للتدريس في الحلقة الثانية من التعليم الأساسي ومرحلة التعليم الثانوي بهدف تبسيط إنجاز المعاملات التجنيدية للمكلفين بخدمة العلم والمقيمين خارج الأراضي السورية. أطلقت الشركة السورية للاتصالات خدمات التجنيد عبر بوابة المغتربين في منظومة إنجاز المعاملات الإلكترونية. ومن خلال المنظومة أصبح بإمكان المواطنين السوريين المغتربين الحصول على خدمات التأجيل بمعذرة الإقامة للمرة الأولى وتجديد التأجيل بالإقامة ودفع البدل النقدي للاحتياط ودفع البدل النقدي وبدل فوات الخدمة وتسهيلات زيارة للمغتربين. ناقش المشاركون في الورشة التي أقامتها وزارة الإدارة المحلية والبيئة تحت عنوان التغير المناخي في سوريا الواقع والتحديات أثر التغيرات المناخية على سوريا إضافة إلى المشاركة في الجهود العالمية والإقليمية بهدف التصدي لآثار هذه التغيرات. ودعا المشاركون في الورشة التي أقيمت في جامعة دمشق إلى توسيع التشاركية بين كل القطاعات والمجتمع في مواجهة التحديات التي تشكلها التغيرات المناخية وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة وبنك معلوماتي واضح للوصول إلى كل الجهات ذات الصلة ووضع خرائط منهجية تبين الدول والمناطق التي تتعرض للتغيرات المناخية إضافة إلى تعزيز وعي الشباب بقضايا المناخ وتوفير الموارد التعليمية حول التغير المناخي وتشجيع الأنشطة البيئية ودور المجتمع الأهلي في حملات التوعية والدعم والتوجيه وتنظيم الفعاليات والمشاريع المشتركة.
نتابع معا النشرة الاقتصادية وفيها بعد الفاصل. لقاء مشترك بين وزيري الصناعة والتجارة الداخلية لمناقشة تسويق موسم الحمضيات. السورية للتجارة في السويداء تحدد 27 من أيلول الجاري موعد استلام التفاح من المزارعين. في إطار متابعة إجراءات تسويق محصول الحمضيات لهذا الموسم واستلامه من قبل الشركات المصنعة للعصائر والمكثفات والوقوف على جاهزيتها لاستيعاب المحصول، عقد اجتماع بين وزيري الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدر والتجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن علي مع مديري عدد من الشركات المصنعة للعصائر في المحافظات في مبنى وزارة الصناعة. وناقش الاجتماع آلية وبرنامج استجرار الحمضيات من المزارعين إلى الشركات بالتعاون مع الجهات المعنية والصعوبات التي تعترض تسويق المادة الأولية إلى شركات العصائر، ووضع مقترحات وتأمين مستلزمات الإنتاج للشركات من أجل تسهيل عملية الإنتاج وتسويق المنتج النهائي مع إمكانية الاستفادة من صالات التجارة الداخلية لتسويق الحمضيات وبيعها للمستهلك. حدد فرع المؤسسة السورية للتجارة بالسويداء 27 من الشهر الجاري موعدا لبدء استلام محصول التفاح من المزارعين. وبين مدير فرع المؤسسة حسن أبو عمار أن الاستلام يتم إما عن طريق الجمعيات الفلاحية أو بموجب عقود مع المزارعين، ويستمر حتى الأول من شهر تشرين الثاني المقبل. وأوضحت رئيسة دائرة التسويق الزراعي في فرع المؤسسة المهندسة رشا غنام أنه تم تجهيز 24 غرفة في وحدات التبريد لتخزين المحصول مع الاستمرار بتوزيع الصناديق على المزارعين، حيث تم حتى الآن تزويد الجمعيات الفلاحية في كل من بلدات الكفر وقنوات وحبران ومفعلة وسهوة الخضر. وفي حمص تمت إعادة إقلاع معمل الزيت وتشغيله بطاقة إنتاجية فعلية تصل إلى نحو 65 طنا يوميا بعد الانتهاء من جميع عمليات المعايرة للمعمل وتوافر كميات من بذور القطن بالشركة. وأكد مدير عام شركة سكر حمص ياسر أيوب أن المعمل سيعمل على تصنيع كمية 1000 طن من مادة بذر القطن، وهي الكمية المخصصة للشركة هذا العام، لافتا إلى أن هذه الكمية من بذر القطن ستشغل المعمل لمدة نحو الشهر وسينتج عنها نحو 100 طن من مادة زيت القطن ونحو 720 طن من مادة الكسبة. أعلن مصرف التوفير عن تفعيل الربط الضوئي لمعظم الفروع والمكاتب التابعة له في المحافظات والمدن والمناطق في مختلف أنحاء سوريا بالتوازي مع استكمال الربط لباقي الفروع تباعا، وذلك في إطار حزمة متكاملة من الإجراءات والتي من شأنها دعم عمليات الدفع الإلكتروني وتقديمها بالسرعة اللازمة. وأكدت المديرة العامة لمصرف التوفير رغد معصب أن المصرف عمل على إطلاق وتفعيل مجموعة من خدمات الدفع الإلكتروني لتمكين الزبائن والمتعاملين مع المصرف من استخدامها والاستفادة منها، مبينة أنها تشمل خدمات الدفع الإلكتروني للصرافات الآلية ونقاط البيع، وذلك في إطار الاتفاقية المبرمة مع إحدى شركات الدفع الإلكتروني بعد موافقة مصرف سوريا المركزي. ننتقل إلى أخبار الرياضة مع الزميل يزن سيفو. مساء الخير يزن. مساء الخير أهلا مشاهدينا، جولة رياضية سريعة ولكن بعد الفاصل. أوقف أتلتيكو مدريد سلسلة انتصارات جاره وغريمه اللدود ريال مدريد بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب فيتاس متروبوليتانو ضمن منافسات الجولة السادسة من الليغا الإسبانية. وسجل للروخي بلانكوس الفارو موراتا ثنائية في الدقيقتين 46 وأنطوان غريزمان في الدقيقة 18، بينما سجل لريال مدريد نجمه توني كروس في الدقيقة 35. وبهذه النتيجة رفع أتلتيكو مدريد الذي لديه مباراة مؤجلة رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس، وتوقف رصيد الريال عند 15 نقطة في المركز الثالث وبفارق نقطة خلف برشلونة المتصدر وجيرونا الوصيف.
وفي انجلترا واصل ليفربول عروضه القوية في الدوري الانجليزي هذا الموسم بتغلبه على ضيفه ويست هام يونايتد بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد في اللقاء الذي اقيم على ملعب الانفيلد ضمن مباريات الجولة السادسة. وسجل ثلاثية ليفربول محمد صلاح في الدقيقة 16 من ركلة جزاء، وداروين نونيز في الدقيقة 60، وديوغو جوتا في الدقيقة 85، بينما سجل هدف ويست هام الوحيد جارود بوين في الدقيقة 42. وبتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني، وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر، بينما تجمد رصيد ويست هام عند 10 نقاط في المركز السابع. وفي إيطاليا استعاد إنتر ميلان صدارة الدوري الإيطالي بفوز صعب على إمبولي بهدف دون رد في عقر داري الأخير خلال مباراة الفريقين في الأسبوع الخامس من الكالتشو، وذلك على أرضية ملعب كارلو كاستيلاني. وسجل فيدريكو دي ماركو في الدقيقة 51 هدف الإنتر الوحيد، وبهذا الانتصار يضيف نيراتزوري 3 نقاط جديدة إلى رصيده الذي أصبح 15 نقطة، ليتصدر جدول الكالتشو بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه ووصيفه وجاره اللدود الميلان. وفي ألمانيا اكتسح باير ليفركوزن ضيفه هايدنهايم 4 أهداف مقابل هدف واحد في إطار الجولة 5 من الدوري الألماني لكرة القدم. وسجل رباعية ليفركوزن كل من فيكتور بونيفاس 2 في الدقيقة 74 من ضربة جزاء، وجوناس هوفمان في الدقيقة 63، وأمين عدلي في الدقيقة 82، بينما أحرز هايدنهايم هدف حفظ ماء الوجه عن طريق أريان دينيكسي في الدقيقة 58، وبهذا الفوز ارتفع رصيد ليفركوزن إلى 13 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب البوندسليغا وبفارق الأهداف عن المتصدر بايرن ميونخ، بينما تجمد رصيد هايدنهايم عند 4 نقاط في المركز 13. وفي فرنسا حسم باريس سان جيرمان مواجهة الكلاسيكو لصالحه ودك مرمى ضيف أولمبيك مارسيليا برباعية في الجولة 6 من الدوري الفرنسي. وسجل أهداف الكلاسيكو أشرف حكيمي ورندال كولو مواني وغونزالو راموس الثنائية في الدقائق 37، 37، 47، 89 من عمر اللقاء. ورفع البي اس جي رصيده إلى 11 نقطة ليقفز للمركز الثالث بفارق الأهداف أمام موناكو، بينما تجمد رصيد مارسيليا عند 9 نقاط ليتراجع للمركز السابع. مشاهدينا كان هذا كل شيء لليوم في أخبارنا الرياضية. عودوا لك آلاء. شكرا لك يا زان. قدمت المركبتان الفضائيتان سولار أوربيتر الأوروبية المخصصة للاقتراب من الشمس ومسبار باركر الشمسي التابع لناسا القياسات الدقيقة في الموقع، وتمكنتا من تسجيل العواقب واسعة النطاق للاقتراب على سطح الشمس. ومن خلال مقارنة المعدل المقاس حديثا بالتنبؤات النظرية التي قدمها علماء الفيزياء الشمسية على مر السنين، أظهر دانييلي الباحث في المعهد الوطني الإيطالي للفيزياء الفلكية أن علماء الفيزياء الشمسية كانوا على حق تقريبا في تحديدهم للاضطراب كوسيلة لنقل الطاقة. نهاية النشرة، هذا تذكير بالعناوين. الرئيس بشار الأسد يلتقي رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ورئيس الوزراء الصيني. بمشاركة 72 مشروعاً انطلاق فعاليات معرض الباسل للإبداع والاختراع. مشاركة الطالبة هيفاء عدواني من حلب في نهائيات تحدي القراءة على المستوى العربي ضمن فئة ذوي الإعاقة. كان هذا كل ما لدينا. لمزيد من الأخبار زوروا صفحة الفضائية التربوية على الفيسبوك. دمتم بأمان الله، إلى اللقاء.